طيب استاذ محمود الجندي، عندي حد من الشباب اللي انت اشتغلت معاهم معايا عايز يوجه لك كلمه، وهو شيكو. مساء الخير يا شيكو، منور والله. مساء الفل يا استاذ معتز، ومساء الفل يا استاذ محمود. الله يخليك، اهلا بيك. وعايز اقول لاستاذ محمود ان هو قبل ما يكون ابو المخرج بتاع الفيلم ده فهو كان ابونا في سمير وشهير وبهير. مظبوط. صح. احنا بنتفائل بيه جدا في الافلام بتاعتنا، وهو يعني زي بابانا فعلا. الله يخليك. وبينورنا دايما في الافلام والله. انتوا مبشرين يا شيكو. وكلمني بقى على التعامل بتاعك وتجربتك مع الاستاذ محمود الجندي. الراجل شكر فيكوا قوي والله يا شيكو. لسه الوقت. هو طبعا يعني استاذ مش محتاج ان رايي اقول حاجه ولا كده، احنا يعني استاذ محمود كفايه ان هو فتح لنا فيلم سمير وشهير وبهير، هو من احلى الافلام اللي عملناها لغايه دلوقتي. وفتح لنا فيلم الحرب العالميه الثالثه، وهو اكتر فيلم جاب ايرادات للافلام اللي احنا عملناها لغايه دلوقتي. وانا ببارك لك طبعا. الف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ معتز، ربنا يخليك. شكرا. وطبعا التعامل مع استاذ محمود، انا للاسف ما عنديش ولا مشهد مع استاذ محمود لغايه دلوقتي. في الفيلمين يعني. يعني سمير وشهير وبهير كان طالع هو في العصر اللي هو دلوقتي، واحنا كنا ورا. وفي الحرب العالميه الثالثه كان انت كنت مشغول. انت كنت مشغول بمتوت باين اظن. كانت فارقه معاك كتير. تمام. فرغم ان انت ما اشتغلتش معاه، بس كنت حاسس ان هو عامل لكم زي بركه كده في الفيلم. طبعا يعني طبعا. ايوه طبعا. الفيلم الافلام اللي فتحها استاذ محمود هي احلى افلام احنا عملناها فعلا لغايه الحمد لله رب العالمين. وطبعا احمد مش هتكلم عليه، يعني احمد صاحبي من كتير يعني، وهو احمد بيحب شغله قوي وبيخاف على شغله قوي من المخرجين، عندهم ضمير قوي في الشغل يعني. جدا 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 يعني. يقعد على الورق بشكل فظيع، وفي التصوير ومفيش حاجه اسمها مشهد يصوره بسرعه او يقلبه او كده. لا احمد ما شاء الله عليه. يعني خطير يعني. لا انا عارف انت بتكلمني على حد انا نفسي اشتغلت معاه، فانا عارف كويس قوي وشهادتي فيه مجروحه احمد خالص يعني. كلنا بصراحه احنا الثلاثه. ربنا يوفقكم يا شيكو، وتحياتي للتيم كله، لهشام واحمد، وربنا كده يعني يبقى معاكم في اي عمل في المستقبل ان شاء الله. يا رب. ربنا يخليك استاذ معتز. ربنا يخليك. الف شكر ليك. شكرا. الف شكر. طيب وعليكم السلام.